بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة الشقيقة عرب جلالته فيها عن أطيب تهني وتبنياته له بمنفر الصحة والسعادة ولشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة مشيدا جلالته ورعاه الله بعمق العلاقات الطيبه التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو